فاهم. ثريا اختي، ثريا اختي، ثريا ثريا ثريا. رجاء لا تسلمين على الغرب. هلا حبيبي، هلا. أنا آسفة، كان ودي أونسكم، ما حبيت أضايق خلقكم. من قالت إن إحنا مو مستانسين؟ وأنتي أهم شيء عندنا. شفت أمي تغيرت، كبرت وزمنت، صارت ثقيلة، سنين وطويل ما شفتها. كان ودي ألم حيل، شم ريحتها. الأم لها ريحة غير غير. مرات صدمون أغمض عيوني واستحضر ريحة وأشمها. أعطتني فرصة. عادي. يما أول مرة سمعت تقولي هالكلام. لأنكم منتو صغار، أنتو كبرتوا، لازم تشاركوني عشان تخففون عني. حبيبتي يما، الله يخليك لنا. الله يحفظكم. أنت الغالي هاد. حبيبي. طبعا يلا الفيلم بيبلش بعد ربع ساعة. انتي قلتي بعد ربع ساعة، يعني تو الناس ليش مستعيلة؟ تعال معاكم قاعدة من الصبح. لا شنو، من صدقك انا ما صدقت على الله عطل، بس هل بشوف كل الافلام اللي بالتلفزيون. كلهم؟ كلهم. يما ترى يا اختي كسرت خاطري. خويا بك انت معاها. لو كلني غلط نسامحة والرجلة مرة ثانية كان ما حد تصنع بهالدنيا. يما بس القطاعة ما هي زينة وعيالها صاروا طولها. ما بعينها وعين عيالها، انت عبالك ما دزت لي وصايا، دزت لي الجلا والبلا عشان اسامحها، لكن حجك ما عن قلبي لها. يما هي بكرك واختي العوده. يرحم والديك، لا تقعدي تنصحيني انت بعد. شوفي خليني اقول لك شيء، يمكن انا ما قلته قبل المره، لكن الحين اقوله لك وبقوله حق يبر بعد. حتى لو جنت من ايدي ما بيها توقف على راسي. سمعتي ولا لا؟ الله يعطيك طولة العمر يما، لا تقولين كذي. طلعتوا هالطلعة من كبدي، ذبحتوني، أنا بحجر باكر. على أمرك اللي تشوفينه، بس لا تعصبين. هلا غادة، ها؟ إيه خليها تدخل.
تفضل. مرحبا. يا هلا حياك الله. كيفك استاذ؟ هلا هلا فيك، شلونك؟ طيبه الحمد لله. هلا فيك. انا الحقيقه قريت السي في مالك، انت ما كملتي دراستك بعد الثانويه العامه عدل؟ بس انا بسرعه بتعلم وفيني سافر وبحكي 3 لغات. اي بس الوظيفه هذه تحتاج مؤهل دراسي وتخصص فندقه وخبره في السياحه، لكن ما عليه، انا بستثني هالمره وبجربك. انا حاسس انك لازم تاخذين فرصتك، لان مبين عليك ذكيه وشاطره وتقدرين على هالشغله. ميرسي، وان شاء الله بايد وشك. ان شاء الله. خلاص روح عند السكرتيره كملي اوراق التعيين. ها هذا اعطيها طلب التعيين، خليها تعبيه وصوري لي كل اوراقها ويبيهم اشوفهم. ها هلا. هلا. فطرني يا إيه. اكيد 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 ما اعرف. بس كافي كافي كافي، مسوي رجيم انا عشان كل هذا ورجيم. الله يهداك. بداية الرجيم هذا. اي اوكي زين. زين؟ اي زين. ولا تبي صدر؟ لا 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 اوكي اوكي اوكي. زين اكلي شنو؟ ايه ان شاء الله ان شاء الله هيك ان شاء الله ان شاء الله. ما اعرف مو متعود بس يلا. لا ما يخالف حبيبي تعود. لا كذي عندك انت. اي بس كافي كافي. زين شنو تبين؟ اي شيء. تفضلي. زين حبيبتي لازم اكل وبعدين انام شويه عشان لازم اروح البيت، تدرين يعني الظروف. استعوا تونا متزوجين. اي صح صح تونا متزوجين. عيل اكل وانام شويه وبعدين يعني اروح بعد القيلوله. بعد القيلوله. زينك بالعافيه. ما تاكل سلطه اليوم؟ ايش الدكتور ما رجيم مانعني من السلطه. كل هذا رجيم؟ صدقتك. ليش ما تصدقين؟ راح تشوفين. نطري نطري زين نشوف. راح تشوفين والله ما راح تعرفين بس نطري. شنو شنو؟ دلعك بعد شو اسوي؟ اوكي عبالك تاخذينها. بس بس خلاص. شنو بس بس؟ لحظه لحظه عشان الرجيم ما يختلف بس يعني حاسبها بالملي. بالعافيه. الله يعافيك. زين اكلني شوي. يعني بعد ما تعرف. اي مو امس مالتشين لحم ما تعرف ولا تستحي؟ الاثنين. زين الله يعافيك. يا عيل وين البنات؟ البنات ناموا من رجعنا امس. ادري ما دخلت حنا. انت ما تحن بس تحن. لا هالمره صدق ما يحن عليك. يا ذكرت وسالت عن موضوعي. يما انا ادري انك تبي جواب بس صدقني صدقني ما عندي جواب، وادري انك بتباشر بالاجراءات سواء امريكا او مصر. يما لا تقولي مصر. لا لازم اقول مصر لان انت عندك الخيارين امريكا ومصر. علي علي يما تقبل الوضع هذا نصيب. يما صدق سبتها تروح تدرس في امريكا؟ شلون؟ الجامعة اللي كان يدرس فيها أبوه عطوها منحة. إيه وخدها. يستاهلون. حبيبي يما علي الله كريم تفاعل. تفاعل. أنا هذه فرصتي، هذا طموحي، أنا قاعد أدرس طول عمري عشان أكون متفوق لأن هذا حلمي، أنا بروح أمريكا أدرس، هذا حلم كل واحد، بعدين أنا بالكويت هنا ما راح أقدر أقدم جامعات التدريب. أدري، بس أنا كل فكري هالسنين إنك تروح تدرس بمصر. لا يما، أنا ما بروح مصر، أنا بروح أمريكا. لا تهمني الحلم يما.
علي يمو علي. علي حبيبي. علي يمو. علي بسم الله عليك الرحمن الرحيم. يمو علي تبكي. شفيك يمو بسم الله عليك الرحمن الرحيم. يمو تبكي ليش؟ بسم الله عليك يمو يحفظك بسم الله عليك. الله لا اله الا هو الحي القيوم. شكرا. صباح الخير. صباح النور. ممكن اشوف الاستاذ يبر؟ تفضلي. مين بقول له؟ ثريا. لا يبقى ماكو كلافه ولا شيء. ايه مناسب مناسب، نخلي موعدنا الساعة 11 نجتمع ان شاء الله. اي ولا يهمك. حاضر حاضر، حياك الله. امان الله. ما بعد خير؟ استاذ جبر، في وحدة برا اسمها سوريا بدها تشوفك. خليها تمشي، تصرفي. ولا اقول لك؟ تعال. خليها توكل على الله. حاضر. استاذ جبر مشغول وقال لي اعطيك هيدا الظرف. أنا أخت، أخت الكبيرة. بس ألف دينار؟ شو يسوون بهالزمن؟ ليش شقيتي؟ يمكن يساعدونك. ليش سويتي كذي؟ الله يهداك. أنا ماني رايحة أطر. لو ما ولدي حدني كان ما رحت. أنا قلت يمكن يطلع لي حق عقب هالسنين كلها، ما حقيت إني ساقطة من الحسبة. حتى لو ربعتي عليهم قضية ما أنتِ ماخذة حقك. قضية الله يهداك، أمي عايشة الله يعطيها طولة العمر، كل شيء لها. زين شنو الحل؟ ما أدري إيش الحل، والولد بينهار إذا ما راح أمريكا، وأنا لو أبيع ما وراي ودوني لا يمكن أوفي فلوس دراسته، وأبوه ما يلام، اللي بيسوي حقه بيسوي حق إخوانه. ثريا. شو اللي تامرين عليه؟ أنا حاضرة. ما قصرتي. أنتي أخت، عسى عمرك طويل. سمعي، أنا عندي 10,000 دينار مالوت التقاعد. إيش رأيك تاخذينهم؟ على الأقل يدبر روحه بالسنة الأولى، والباقي تدبر إن شاء الله. يا بنت الحلال، يا يروح وهو مرتاح وأنا مرتاحة، ولا يروح عند أبوه خلاص. ثريا، أنا ماني أختك، خلي ياخذ من الولد ويسافر. والله ما هقيته منك. أنتي أختي. ومنتي مقصرة، بس تكفين لا تزيدين همي هم اللي فيني مكفيني. ثريا انتي بس خلاص.